إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة المكان ساجوج، منطقة اللي محسوبة على منطقة ولاد حدو، واللي مرة أخرى كنعاودو نفتحو معكم هذا الموضوع ديال المقبرة اللي كاينة هنايا، واللي للأسف بحال شي مقبرة منسية، واللي كيحز في النفس أنه مازال يعني خدامة، مثلا الناس كيدفنو فيها الموتى ديالهم، يعني مقبرة اللي باقا خدامة. كيف يعقل أن مقبرة باقا خدامة، ناس كيدفنو فيها بشكل يومي، ما فيهاش حتى باب، يعني هانتوما الباب هنا ما كاينش، كاينش الباب، هذه روضة، هذه مقبرة بمنطقة ولاد عدو المكانس، ما فيهاش باب، مع العلم أننا مرات ومرات عديدة اللي كنقولوا باللي واجب على المسؤولين ديال منطقة المكانسة أنهم يعني ياخذوا كل يعني الأمور اللي خاص تكون باش يديروا هنا على الأقل أبواب لهذه المقبرة، ثم يديروا الإنارة على حقاش هنا الله يحفظ، غادي نبقاو تنسمعوا شي جريمة وديك الساعة غادي نفكركم بهاد الهضرة هادي. ظلام 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 بصفة عامة، شكون دابا بغيت نعرف شكون هي الجهة اللي مستافدة من هاد الظلام هاد، يعني مع العلم أن هنا السلطات ولا ما عرفتش يعني كيديروا خدمتهم راه، وإني هنا صاحبي بحال ما هكا ما كاين لا ضو لا والو، راه حشومة، هذا كذلك باب هنا، راه من هنا كاين باب، الضواو هنا ما كاينينش، الشفارة هنايا بالرغم من أن عناصر ديال الدرك الملكي هنا بمنطقة المكانسة كيديروا حملات يعني في كل لحظة وفي كل حين وفي كل مرة باش أنهم توقف العملية ديال السرقة اللي كتكون هنا، وإني يعني خاص ضروري العوين، العوين ديال الناس المسؤولة ديال السلطات، حنا كنشوفو هاد البلاصة كلها مظلمة، كلها كلها هنا الظلام، شوف هنا الظلام، الكريساج هنا اللي الكريساج ديال بصح، شنو اللي مخلي واش الناس ديال بوسكورة يعني من رأي الجماعة من أعضاء ديال العمل من كل شيء، واش ما عارفينش بلا الطريق راه ما فيهاش الضوء، ما عارفينش بلي هاد الروضه هادي راه كيوقعوا فيها امور خطيره ديال السحر والشعوذه، الله يستر، واش ما عارفينش بلي راه هاد الروضه هادي كيوقعوا فيها امور هنا خطيره كذلك ديال الناس اللي كيجيو يشفروا، الناس اللي كيجريسيو، الناس اللي ما كيخافوش الله، ما عرفتش والله، ما عرفتش بلي شنو اللي مخلي هاد الناس هادو، وشكون هي الفئه يعني اللي مستافدة من أن هنا ما يكونش الضوء، ومن أن هاد المقابر ما نتهلاوش فيهم، ومن أن هنا ما يكونش عندها باب، ويا خويا سيري كريسيك شي واحد راه مش عارف اش كاين، مش عارف اشنو كاين، يعني هنا راه إلا جينا نشوفو عمل ديال الدرك الملكي بهاد المنطقة هادي راه كيعمل كبير، راه كيقوموا بحملات، كيقوموا بخدمة كبيرة، وإن خاص ضروري العوين، كيفاش غادي يدير مازال احنا كنشوفو ها هو الضو كاين هنا وكاين البوطوات، فين هو الضو؟ فين هو الضو يلا؟ حشومة كاع شوما اننا في 2023 ومازال كنقلبوا على الضوء في بعض المناطق اللي بها احياء سكنيه، واللي كيكونوا نقط سوداء، هنا الكريساج بزاف، الكريساج هنا بجد، ها هو هذا باب ديال الروض، كاين اللي كيشفر وكيدخل من هنا، كاين كذلك باب ثاني حنا غادي ندوزو عليه دابا، ما كاين لا عساس لا حتى شي حاجه، ها هو مشوا القبوره على الباب، بزاف ديال الناس اللي غادي يكونوا هنا عائلات ديالهم، الله يرحم الجميع،
واش هادشي ما كيوصلش الناس المسؤولين الا كان ما كيوصلهمش ولا هما الا كانوا عارفين هادشي ما كاينش راه مشكله يعني مشكله وطامه كبرى كاع يعني يكون عندك في القطاع مثل هاد الامور هادي اللي واعره بزاف وما تكونش نتايا يعني راد له البال راه هذا او ثاني راه شكل اخر قلنا مشابهنا الكرام هنا اخويا هنا بمنطقه المكان ساجوج هذه مقبره ديال ولاد حدو قلنا مشابهنا الكرام الى ذلك الحين الى اللقاء. خويا كيقول لي قرا عليهم فاشحه خويا الله يرحمهم والله يوسع عليهم اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عنهم سيئاتهم نقدروا ندعيو معهم بالرحمه الله يرحمهم الله يوسع عليهم. دار متابعينا الكرام تبارك الله عليكم الى اللقاء.